ورجعنا لكم تاني ووصلنا لفقرة بتهم كل البنات وكل الستات وهي فقرة الموضة والأزياء. ويمكن أنا وأشرف الصبح في المقدمة اتكلمنا عن الفقرة ديت، ويسعدني إن يكون معايا النهاردة منورني في الاستوديو المصممة نور الصواف. برحب بيكي يا نور، صباح الخير. نور، طبعا كل الستات بتهتم جدا بالموضة، ولكن الستات المحجبات عندهم مشكلة شوية في اختيار اللبس، خاصة لو اللبس ده لبس سواريه او لو هتحضر فرح او حاجه زي كده، بيبقى فيه عندنا شويه صعوبه في انها تبقى عارفه تختار ايه وتلبس ايه. في البدايه الاول قبل ما نبتدي نعرف او نحل المشاكل بتاعه الستات المحجبات، كنت عايزه اعرف انت درستي ايه وايه سبب حبك في الموضه. هي كانت موهبه من وانا صغيره، فدورت على مكان يعني بيدرس فاشن وستايلز، بس درست فيه وهو متخصص يعني في الفاشن وتصميم الازياء، وبعد كده ابتديت اشتغل في الموضوع. يعني هو بيجي بالموهبه وبحب الشغل، يعني طبعا الواحد لازم يكون عنده ذوق وموهبه اكتر حاجه يعني طبعا. مع الدراسه. عايزين نعرف ايه اخر حاجه في الموضه بالنسبه للسواري؟ السواري هو مش اخر حاجه، كل ما حاجه تبقى سامبل وتبقى رقيقه فهي بتبقى احسن حاجه. ماشي، وعلى حسب كل واحده اصلا، يعني كل واحده بيليق عليها ايه. ما يعني الموضة مختلفة، يعني كل واحدة لازم تلبس اللي يليق عليها مش بس اللي طالع موضة. لا يعني هل مثلا في الوان معينه مثلا الشتا دوت ممكن مش نركز ما بقاش عليه؟ برضو في سيم كولر معين بالنسبه كمان للمحجبات، لان بيبقى على حسب بشرتها، بيبقى على حسب، اصل المحجبه بتحتاج انها تلبس فستان، يعني ما ينفعش البسها فستان كله فاقع عشان هي محجبه، فبتلتزم برضو بالوان. فهي المهم الشخصيه اللي قدامي وجسمها يليق عليه ايه وبشرتها، دي بتبقى احسن حاجه ليها يعني. طيب احنا معانا النهارده مودلز، فهنبتدي ندخل اول موديل معانا دلوقتي علشان نبتدي نعلق على الشكل اللي انت متخيلاه للستات المحجبات ممكن تبقى عامله ازاي. ده فستان خطوبه. اوكي. هو معمول من التول والساتان وستريس، في دانتال وفي فلاور هاند ميد، معمول كله باللولي. هو حاجه سامبل قوي للخطوبه ورقيقه، وبرده المحجبات يعني فضل لها الالوان الهاديه والرقيقه عشان تخلي شكله وشحله. بس في محجبات بيحبوا قوي الالوان اللي هي الجريئه، يعني مثلا تقول لك انا عايزه البس احمر او انا عايزه البس اخضر فسفوري. بنعمله بس لازم اكسره بحاجه، يعني ما ينفعش واحده محجبه لبسه كله احمر في احمر او كله الاخضر في اصفر، كله لازم اكسر بحاجه، يعني مفيش حاجه مش بنعملها يعني. الفستان ده كمان في حركه من الظهر، يا ريت نشوفها. ماشي يا بوسي، معمول باللولي كله من الظهر. ودي حركه تعتبر ظريفه جدا. هو عشان برضو ايه يعني، هو عروسه شويه انجمنت شويه، فايه يعني بنظهره شويه. وممكن برضو لو فستان سيمبل خالص ممكن تعملي الحركه دي. طبعا. بنشكرك يا بوسي. يمكن انت الميزه في الفستان ده انه الفستان مصمم او انت مصممه لواحده محجبه، مش اللي هو فستان اصلا سواريه لواحده مش محجبه وبعدين نبتدي احنا بقى نلبس بوديات بقى من تحت وحاجات زي كده عشان نداري. يعني دي اسوأ حاجه. بليز اتكلمي على النقطه ديت، لانه احنا تعبنا من الشكل ده، كل شويه بنشوف ان الفساتين تبقى فساتين لستات مش محجبات وبيلبسوا بوديات من تحت، وده فعلا شكله ما بيبقاش حلو. دي اصلا الحاجه الاساسيه اللي خلتني اشتغل كمان في المحجبات، القصه بتاعت البادي، اني البس بادي يعني بشوه صوره فستان، بشوه حتى صورتها، مش لطيف ومش لذيذ خالص. يعني ملوش معنى ان انا البس بادي وعليه فستان شكله شيك قوي وبوظه بادي. فعشان كده لازم دراس يكون بكم، لو مش هقدر البس دراس بكم فالبس فورمال، البس بدله، البس حاجه جاكيت كلاس تاير حاجه كده، لكن ابدا ابعد عن موضوع البادي التول اللي بيتعمل تحت والكلام ده، ما بيبقاش شكله حلو فعلا خالص. خلينا كمان نقول انه تصميم اللبس الخاص بالمحجبات ده اصلا المفروض يبقى تصميم عربي في تراثنا، والمفروض ان احنا نشتغل عليه ونجمله اكتر علشان يبقى يعني ينتشر بره عالميا. اكيد. فقبل ما نتكلم في التفاصيل دي نشوف المعضله الثانيه اللي معانا. يارا خشي. ده برضو انجد من شويه، معمول برضو كله بالدانتال. اوكي، لونه رقيق قوي. هو الفستان رقيق والدانتال موجود بس على الكتاف والصدر والصدر والديل كمان، والديل ومعمول برضو كله محطوط فيه لولي. هو اللولي رقيق قوي كمان، يعني بيبين رقه قوي للفستان سامبل. لفي من ورا يا يارا.
التفاصيل بتاعت الدانتيل موجوده، والديل كمان مش عامله ميزه انه الديل مش طويل قوي بحيث ان هو عشان تقدر تتحرك، عشان تقدر تتحرك، لان دي بتبقى مشكله. وده ينفع في كتب كتاب وينفع برضو في فرح، لانه ممكن يبقى لو هي العروسه حابه انها تبقى سيمبل ممكن تصمم لها مثلا ديل اكبر شويه في الزفه وبعدين يبقى هي على حسب. طبعا دي في اوبشن كتير، وهي على حسب اللي بتطلبه برضو، هي عارفه الظروف اللي هي هتبقى محطوطه فيها، فهي بتطلب مني اللي تقدر تتحكم فيه. مرسي مرسي يا يار. نرجع تاني للنقطة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو التصميمات الخاصة بالمحجبات، وهي تصميمات ممكن تبقى مستوحاة من التراث العربي بتاعنا، وبالتالي ممكن يبقى ده اللاين الخاص بتاعنا وينتشر عالميا. احنا ليه مش مركزين قوي في ده؟ يعني مؤخرا بقينا نشوف عبايات يعملوها شوية زي الفساتين، مؤخرا بقينا نشوف عبايات بألوان مختلفة، بقى يدخلوا الموف والألوان والأحمر والفوشيا وألوان تانية، ولكن ما بنشوفش اوتفيت او ما بنشوفش لبس كامل اللي هو تحسي ان هي ايه، محجبه ولكن في نفس الوقت ليها هويه عربيه خاصه بيها. اكيد. بصي، اولا النقطه ديت بتختلف، ان ما فيش ناس ترضى قوي ان هي تلبس كده. اوكي، فلازم تكون واحده ليها يعني هي حابه الجو ده او ليها ستايل دوت او رايحه مناسبه فيها حاجه كده، لان انت عارفه انت دلوقتي لو رايحه فرح مش هتقولي لي صممي لي حاجه فيها شكل عربي. ممكن نعمل دراس حلو قوي معاه بلت يكون فيه الستايل العربي، بس مش هقدر ان انا اعمله لها كله بالشكل ده. لا مش شرط، بس ممكن يبقى مستوحاه طبعا. يعني اكيد اكيد، ودي اصلا حاجه كويسه جدا اصلا، يعني التراث ده احسن حاجه ان الواحد يشتغل فيه عشان حتى بره يعلى شويه. بس انا حاسه ان معظم الستات اللي مثلا المحجبات بيطلبوا او بيصمموا فساتين بتبقى مش للمحجبات زي ما احنا قلنا، وبتبتدي لو تقول لك طب قفلي لي شويه الكم، طب قفلي لي شويه الصدر، يعني ده بيبقى مش يعني. هل انت شايفه انه الاغلبيه بيبقى كده ولا فيه وفيه؟ لا فيه وفيه، بس انا لما بتجي لي حد قفلي لي لا شكرا، يعني ما مش بقدر اشتغل فيه. اصل قفلي لي يبقى انا رخصت من الدراس بتاعي، وانا ما ينفعش ابوظ دراس عشان خاطر حاجه بسيطه قوي، يعني تبقى في بادي ولا قفلي لي حاجه ولا ببوظه كده ببوظه. فانا لازم اعمل لك دراس يبقى اعمله من الاول ويكون دراس مظبوط، يكون مصمم من الاول. طيب احنا معانا دلوقتي بوسي هتورينا فستان تاني برضو نعلق عليه. يا نور، ده ستايل ميرميد شويه. ستايل الميرميد مشهور، يعني موضه قوي بقاله بتاع سنه وشويه. هو حلو عشان بيرسم الجسم وبيليق على اجسام كتيره جدا، خاصه لو الست عندها جسم كويس او وسط كويس. طبعا ما ينفعش تبقى واحده مثلا وزنها زياده وتلبس الستايل ده، صح؟ لازم يكون في وسط مظبوط وما فيش جناب عشان تعرف تلبسه ويظهر جسمها حلو. وانتي نقيتي القماش، نتكلم شويه عن الماتيريال. الفابريك هو عشان يعني داخلين في الشتاء، فهي ده واخد شويه القطيفه. القطيفه طبعا محتله الشتاء من السنه اللي فاتت والسنه دي برضو، مع التول مع الدانتال كله برضو في ستريس، بس هو متطرز جاهز من اللولي برضو. انا ملاحظه انه الفستان فيري سمبل، ما فيهوش اي حاجه، يدوبك من عند الكتاف شويه تطريز وحوالين التول بس من تحت كده بقيه التطريز. انت ده الستايل بتاعك؟ انت ما بتحبيش الحاجات تبقى لا مش تطريز كتير، لا اصل برضو انا يعني المحجبه ما بتحبش تبقى اوفر. عارفه لو هو مش محجباتي ومالينا كله ستريس مش هتفرق قوي عشان في شعر هيداري، لكن المحجبه لما اعمل لها كله ستريس او كله شغل هيبقى كتير، مش هتستظرفي مش هتستظرفي شكلها. مرسي يا بوسي. يمكن انت قلتي نقطه مهمه جدا، وهي ان القطيفه محتليه الشتاء كتير، بيبقى عندنا افراح في الشتاء واحيانا الافراح دي بتبقى في مكان مفتوح. تنصحي انه لما نيجي نلبس فساتين سواري تبقى فساتين ماتيريال بتاعتها تقيله شويه؟ يعني لو مش هلبس اللي هو لو مش هلبس حاجه تقيله، فممكن البس دراس من الساتان او من اي فابريك من الشيفان، ممكن اعمله معايا فورير تتلبس شال بس وهي رايحه المكان، وبتبقى تقلعه هناك، يا اما تلبس حاجه تقيله وهي مش بتبقى قوي، لان هي طبعا مش هتحس. نقطه مهمه جدا، الناس بتفتكر انها لو رايحه بالفرير او رايحه بالبالتو بتاعها المفروض تفضل لابساه طول الحفله. لا طبعا ده ما ينفعش. لا طبعا، احنا المفروض اول ما نخش المكان تقلعي، حتى لو المكان برد بنضطر نقلعه، لان هو ده الاتيكيت بتاع الموضوع. طيب احنا معانا يارا دلوقتي برضو جاهزه بفستان تاني. اتفضلي يا يارا.
ده من القطيفة برضو، ده جريء شوية، معمول من جريء بس سيمبل برضو يعني. معمول من ريش طاووس مع الدانتال والريش العادي وستريس ازاز احجار كله اسود. الحركة اللي فيها، لان انت كمان الريش، الريش عامة احنا دايما بنخاف منه لانه بنحس انه بيبقى اوفر، ولكن انت حاطاه او مستخدماه بطريقة سيمبل جدا، يا دوبك بس على الجنب في الوسط وبس على الايد. وطبعا برضو موديل زي ده مش عايز واحدة، لازم تكون واحدة ويست بتاعها كويس قوي عشان ما يتخنش، لان هي برضو ويست بتاعها كويس بس بيدي برضو كثافة. اوكي، فلازم يكون جسمها، حتى الستايل الميرميد لازم يكون جسمك مظبوط، جسم مظبوط. لكن لو واحدة مثلا جسمها اتخن من كده، المفروض ما تلبسش، تبعد خالص عن الستايل. لا، ممكن نعمل ميرمايد برضو بس بنبتدي نوسع من حتت مختلفة، يعني ممكن من بعد الهب على طول، مش لازم اعمله من الركب عشان ما يبينش يعمل لها فتت جامدة. كده جامد، بنشكرك يا يار. هل قماش او القطيفة بيتخن؟ بيتخن؟ لا، هو مش يعني حاجة بسيطة، مش عشان كثافته، عشان اللمعة اللي فيه شوية بس. طبعا هو يعني في الألوان الغامقة مش بيتخن، بس برضو ما ينفعش واحدة تكون مليانة شوية ألبسها قطيفة برضو، حتى هو مش هيلم معها الجسم، هيبين، هيعمل ديفوهات لأنه هيعمل كسرات في جسمها، عشان كل الديفوهات هتبان. فلازم أعمل لها حاجة تكون شدة على الجسم عشان تبتدي تلم الجسم شوية، فهو ما ينفعش خالص مع واحدة مليانة، عشان هو بيبين شوية من لمعته وكمان عشان خامته. لما بتكوني بتصممي فستان بتاخدي وقت اكتر لما تكوني بتصممي فستان لواحده محجبه، ولا بتاخدي وقت اكتر لما تكوني بتصممي فستان لواحده مش محجبه؟ هو بصي، في نفس الوقت الوقت باخده اكتر ده في شغل بقى الفستان، ان لو الفستان يعني في الهاند ميد بتاعه والشغل بتاعه كتير، بيبقى على حسب شغله باخد وقت، مش على حسب خالص يعني الدرس. وعلى فكره ساعات كتير قوي في فساتين مش يعني مش محجبه بتاخد وقت اكتر بكتير قوي من فستان محجبه، بيبقى فيها شغل اكتر. بيبقى فيها حاجات اكتر. طيب احنا معانا الدرس الاخير من بوسي، هتوريه لنا دلوقتي، ويمكن الدرس ده مستوحى شويه من الثمانينات، لانه وده طالع موضه جدا، احنا بقى لنا فتره الثمانينات راجع بعنف، واللي هي فكره التانيات وفكره، وده اعتقد ان ده مثال كويس جدا، ان الفستان من غير الكمام والصدر ممكن يبان، يبقى فستان ضاني لواحده مش محجبه، او فستان يعني من غير حمالات لواحده مش محجبه، ولكن انت صممتيه بتفكير جديد كده، خليتيه يبان انه ينفع اكتر للمحجبه، مظبوط؟ ينفع اكتر للمحجبه، كمان حتى لو مش محجبه فهو الجزء بتاع الصدر ده كمان هيبقى حلو قوي عليه. بس طبعا يعني انا عندي مبدا اني مش عشان محجبه هحرمها من اي حاجه، فاللي انت عايزاه تعمله بطريقه حلوه برده، ما تبانيش اوفر فيه وتبقى شيك. مع طبعا الكالر، يعني ما ينفعش واحده محجبه البسها واحد زي ده يكون لونه فوشيا او احمر، مظبوط، مش هبين موديل لان هو موديل سيمبل قوي. اوكي، مش هيبان اي حاجه، يعني هيبقى اوفر قوي. لا، هو الموديل مش سيمبل، خلينا الموديل بالعكس فيه شغل، بس حلو. عايز لون هادي، مش عايز لون فاقع. طب كلمينا عن الشغل، الحركات بتاعه كله معمول من الدانتال، والفلاور كلها معموله، الفلاور البارزه دي كلها معموله هاند ميد. اوكي، من الساتان على التول، ومحطوط فيه ستريس ازاز بس كده. وبن الدار ورينا كده، الدار مش مفهوش شغل، الدار فيري سيمبل، مفهوش اي حاجه، يا دوبك التقسيمه بتاعت التقسيمه بتاعت الفستان. ميرسي. لما بتيجي تتخيلي رسمه فستان زي ده، بتقعدي بتتحضري لها مثلا كتير، ولا بس فجاه كده تيجي لك الفكره وتبتدي ترسميها او تبتدي تشتغلي عليها؟ ساعات فجاه بيجي لي الفكره، وساعات ما يعني ما ببقاش عارفه افكر، بيبقى في كذا فكره فمش عارفه استقر على حاجه معينه. لكن فستان زي دوت لما اجازف واعمل فيه حاجات بارزه وكده، فبرضه لازم افكر فيه كويس، وافكر في اللي هتلبسه جسمها عامله ازاي. يعني ما ينفعش حد املى من كده ابدا يلبس دريس ده، عشان هو في حاجات اصلا تكبر كتير، عايز جسم رفيع. اوكي، بس بتقعدي تفكري يعني على حسب برضه جسم كل واحده، والستايل اللي يليق عليها وطولها وبشرتها حكا في الالوان، يعني ببتدي افكر في كل دوت، عشان المهم هي تطلع حلوه. لما هي تطلع حلوه هتطلع الفستان بتاعي انا حلو. طيب بس نور، كل الفساتين اللي احنا شفناها النهارده لبنات او لستات اجسامهم رفيعين، خلينا نقول ان اغلب الستات المصريات اجسامهم او اوفر ويت او اكثر بدانه، لما بتيجي تصممي بقى الفساتين بتبقي عامله حسابك
انه لازم تعملي فساتين اكتر شويه للستات ديت، ولا كل الستايلات بتاعتك بتبقى بس للستات بس الرفيعين؟ انا مش بعمل مقاسات كبيره قوي، يعني مقاسات لغايه اللارج، مش بعمل اكبر من اللارج. ليه بقى؟ الاجسام التانية مهما تعملي هي حاطه في دماغها ان هي مليانه، مهما اعمل لها هي فمش بتساعدك. لا مش بتساعدني، وفي نفس الوقت مش بتعرفي تلعبي في الدرس حلو. يعني خلاص كل اللي انت عايزاه تعمليه هو دراستك او دراس الايفازي شويه اللي هو الاين شويه عشان ما يبينش برضو دفوهاتها، يعني فعشان كده ما بفضلش الاحجام بس ما الكبيره قوي. فيش عندك تصميمات مثلا تتخيليها اللي ممكن تعمليها للستات تبقى بتداري؟ يعني هو في ستات كتيره جدا بتبقى اكثر بدانه ولكن بيعرفوا يلبسوا حاجات تليق على جسمهم. بيكون اللعب بقى مش في القصه، في القماش، اني استخدم القماش ازاي عشان يبتدي يلم، مش في القصه. يعني انا ما اقدرش مثلا، يعني ما اقدرش اعملها حاجه ضيق قوي، طيب ما اقدرش اعملها حاجه الساكل هو الضيق، ما اقدرش اعمل لها السمكه، ما اقدرش. بتحكم ان انا بتحكم في قصات معينه، برضو لو في حد عنده بطن ما اقدرش اعمل لها اللي هو الويست وبعد الويست منفوش حتى لو بسيط قوي، ما بقدرش في حاجه زي كده. فاللي بتحكم فيه بقى اللعب بالقماش زي ما احنا شفنا كده، بس مش اللعب البارز اللي كانت لابسه بوسي، لا بلعب القماش البارز حاجه يظهر بسيطه. بدنتها اكتر. استرس لا يظهر طبعا، الاسترس برضو يبقى بسيط، ما اقدرش اعمل لها دروبيهات كتير، ما ينفعش الدروبيهات الدروبي هتتخن. بيتخن. هتتخن، مش هينفع. بس في دروبي بيتحط في مناطق بيرفع، يعني بيتحط بيرفع بخامات بيرفع، وفي دروبي بيتخن، يعني مثلا الدروبي الساتان يتخن جدا. يتخن جدا طبعا، بس الكراب ممكن يبقى احسن. عشان هادي، عشان كثافته قليله، فمش هيبرز قوي الفستان. عملتي عروض ازياء او شاركتي في مهرجانات او مسابقات قبل كده؟ لا لسه ما عملتش فاشن شو لسه. هل ان شاء الله. متحمسه ولا؟ طبعا ان شاء الله. بياخد وقت قد ايه التحضير لفاشن شو؟ لا كتير طبعا كتير، لان يعني اولا لازم تعملي ستايل معين لازم امشي عليه، التفكير نفسه بقى في انك تطلعي الدراسز كلها تمشي على ستايل معين فابريك معين، هي دي اللي فيها شويه تفكير. يعني لازم كتير. لما تيجي تعملي فاشن شو بيبقى مثلا تنقي لون مثلا واحد وتمشي عليه لا مثلا مش لازم كل لون ولا؟ واحد، يعني ما زدتش مثلا عن 4 أو 5 ألوان بكتير، لانك برضو مش بعمل فاشن شو كبير قوي، فما ينفعش اعمل كل فستان لون 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 لون، لازم. وحتى لو الـ4 ألوان أو الـ5 ألوان اللي هستخدمهم استخدمهم في كل الدريسز. طيب بتنصحي بايه الستات اللي هم يعني محجبات وعايزين يبتدوا يروحوا افراح او عندهم مناسبات في الفتره اللي جايه، تنصحيهم يعملوا ايه علشان يقدروا يوفقوا لبس كويس؟ يقدروا يوفقوا، يعني يعملوا اولا ما يزنقوش نفسهم ابدا في الوقت. ايوه، عشان ابدا احنا فجأة بنكتشف ان انا ده انا فرح. عندي فرح كمان يومين. ابدا لا، ليكي وليا، يعني انا عشان انا اخد وقتي عشان انت تاخدي وقتك، بس ان نبتدي ننقي حاجه كويسه تيجي من بدري عشان ابتدي انقي حاجه كويسه تنفع معاها مع جسمها، نظبط حاجه مع بعض. يعني زنقه الوقت ناخد دي وقت. بتبقى وبعدين طبعا علشان نبتدي نشوف الالوان لايقه على بشرتنا ولا لا، صح. لو في ديفوهات نلحق ان احنا نحاول نداريها او صح. وبرده نخسلها. لو في ستايل معين هي عاجبها وهتقدر تخسله عشان تقدر تعمل دوت، فاهمين؟ فلازم يبقى في وقت شويه. نور الصواف نورتيني النهارده، ميرسي بشكرك كتير. جدا. ميرسي كتير. وبكده تكون خلصت كل فقراتنا النهارده، نتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بيها، واستنونا بكره وفريق عمل جديد، ونهاركم سعيد ان شاء الله. لو اموت علشان خاطرها المتن